مشاهدين أهلا بكم مجددا. نقدم لكم في هذا الموضوع المروحية الروسية K-52 التي يملكها الجيش الجزائري. تعتبر المروحية K-52 من مروحيات الحروب القتالية المخصصة لمواجهة المدرعات في الحروب البرية، وهي النظير الروسي للمروحية الأمريكية الأشهر أباتشي. ويقول الخبراء الروس إن الكاموف تتفوق كثيراً على نظيرتها الأمريكية في حروب المدرعات، كما تعد المروحية الوحيدة في العالم المزودة بمقاعد لقذف الطيارين حال إصابة الطائر. وفي سنة 2015 ذكر موقع سوكري أن الجزائر تعاقدت على اقتناء 24 مروحية من نوع K-52، وستكون أول دولة تحصل على هذه المروحية، حيث أن وجودها بسلاح الجو الجزائري أو البحري كما قال سيكون مخصصا لمحاربة الزوارق السريعة من بعد يتراوح 10 كيلومترات، أو مساندة المروحيات الأخرى على طول الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر. تاريخ هذه المروحية: جاءت K-52 كتطوير لسابقتها K-50، وهي مروحية هجومية روسية ذات مقعد واحد مزودة بمراوح مزدوجة. صممها مكتب كاموف للتصميم في عام 1980، وتدعى كاموف K-52 التمساح، وبالإنجليزية كاموف 52 طاليغات، ولقى تعريف الناطو هوكوم بي. وتزود الطائرة بمنظومة الرادار الجديدة التي تسمح باكتشاف هدف على بعد 35 كيلومتر، كما هي مزودة بالصواريخ الجديدة جيرمس القادرة على تدمير أي هدف مدرع، وتبلغ سرعة 1 كيلومتر ثاني. وبالإضافة إلى ذلك تم تزويد المروحية بمدفع سريع الرمي يشبه مثيله المركب على العربة BMB-3، وتكفي 6 إلى 8 إصابات لقذيفاتها لتدمير مدرعة معادية. وليس من الضروري متابعة هذه العملية من قبل الطيار، لأن هذه المهمة تعود إلى نظام التوجيه الذاتي الموجود في المدفع. والأهم من ذلك أنها مزودة بصاروخ روسي أتاكا، وهو الذي يعادل نظيره الأمريكي هيل فاير المستخدم على الأباتشي، حيث يتفوق عليه في المدى ودقة التوجيه، حيث يبلغ مداه من 8 إلى 10 كيلومترات. تسليح الطائرة: يعد تسليح هذه الهليكوبتر رهيبا بمعنى الكلمة، فهي مزودة بمدفع رشاش سريع الطلقات عيار 30 مليمتر و6 نقاط تعليق خارجية أسفل الجناحين، قادرة على حمل 2000 كيلوغرام من الأسلحة، تشمل 12 صاروخا مضادا للدبابات وصواريخ R-77 والإجلة المضادة للطائرات، بالإضافة إلى صواريخ غير موجهة عيار 120 مليمتر بعدد 80 صاروخا. مميزات المروحية كاموف 52 عن المروحيات الهجومية الأخرى: تتمتع هذه المروحية الحربية من الجيل الجديد بقدرتها على قيادة سرب من المروحيات، ولعب دور مركز القيادة الذي يحدد ويوزع الأهداف على المروحيات الأخرى في السرب، أي أن هليكوبتر كاموف واحدة تستطيع قيادة سرب كامل من مروحيات الأباتشي، كما تستطيع توجيه النيران الأرضية اتجاهات المعادية وتصحيح نسبة دقة إصابتها. وصممت هذه المروحية الجديدة للعمل بعيداً عن قاعدة انطلاقها ومن دون الحاجة إلى الصيانة والتوجيه الأرضي لمدة طويلة نسبياً، تتميز بقدرة فريدة على المناورة وعدم التأثر بقوة الرياح واتجاهاتها بسبب مروحيتين تدوران في اتجاهين معاكسين لبعضهما البعض، إضافة إلى إمكانيات قتالية عالية في مختلف الظروف المناخية. كابينية المروحية مدرعة، ويبلغ وزن إقلاع المروحية K-52 1040 كيلوغرام،
ويبلغ مدى الطيران العملي للطائرة مع الوقود في الخزانات الداخلية 520 كيلومترا، وتبلغ سرعة الطيران 350 كيلومتر في الساعة. ثمة عدد كبير من احتمالات تركيب الأسلحة الجوية على متنها، وذلك بفضل وجود المدفع السريع الإطلاق وست نقاط في الحمالة تحت الجناحين. كما أنه يمكن أن تركب عليها الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، والصواريخ غير الموجهة، وصواريخ جو والمدافع الرشاشة، وقنابل من مختلف العيارات. ويبلغ الوزن الإجمالي للوسائل النارية المركبة بالحمالات تحت الجناحين 2000 كيلوغرام. كما تركب في المروحية مجموعة إلكترونية بصرية تسمح بتحقيق الدلالة على الأهداف للمروحيات التي تطير ضمن مجموعة واحدة. شكرا لكم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو أمتعونا بلايك واشتراك في القناة. شكرا لكم.